مومو الشو ولا إذاعة إيت راديو. مرحبا بالجميع. مرحبا حاتيم. أهلا مومو. وسهلا. مرحبا لمياء. أخبارك كل شيء بخير؟ اليوم غادي نستقبلو الحب اللي بينك وبينه 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 يا طويلة فينه وفينه عيت نسينا وشحال. سلمى راشد معنا في الشو اليوم. واش فرحانة تجي اليوم المومو الشو؟ أكيد ديما كنكون فرحانة أنني نكون مع طاقم إيت راديو ومع مومو وإن شاء الله تدوز حلقة زوينة. إن شاء الله أنا متأكدة أن غدوز حلقة زوينة بمومو بلمياء وحاتيم ليكيب كاملة. شو بغيتي تسولها حاتيم؟ غادي نسولها على علاقتها مع راب. ما درت داكشي مع دون بيك وشنو في الديسك هذا درت واحد الكوبلي براب؟ شنو واش تسمع لراب لا نوفيل جينيراسيون؟ شنو علاقتها براب؟ شنو هي الحاجة اللي خايفة منها في مومو الشو اليوم؟ لا 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 دايما كنكون في أجواء عائلية زعما ما كيكونش داك التوتر ولا هذا. الأسئلة كيف ما جاوا مرحبا بهم. لا ما عرفتش تسولي سلمى رشيد. بغيت نسولها واش توقعات هاد ردود الأفعال على الكليب ديالها الأخير؟ قولي لي ملي غادي تخرجي من الشو شنو غادي تقولي في راسك؟ كيفاش دازوا الأجواء؟ واش عجبك؟ كنتي راضية على كيفاش داز الشو ولا لا؟ غادي نقول فيا الجوع حيت مازال ما تغديتش وغنصور وفيا الجوع. لا بالعكس جيسبر ان شاء الله فاش تسالي الحلقه نكون فرحانه بالاسئله ديك مومو ديك حاتيم ولا بيا. شي واحد الروينه وقعت على الكليب. غادي نتكلموا مع سلمى رشيد على هاد الروينه وقعت في الكليب على هاد التعليقات وهادشي كامل اللي قلتو نتوما اللي كتفرجوا دابا في الحلقه. راكم هضرتوا مع شكونش الكليب. غنتكلموا على جميع التفاصيل كلشي هاد لافير هادي اليوم غادي نفكوها اليوم باش ما كان اللي بينك وبينه 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 يا بيا ولا بيا بيا ولا بيا وبيها وبيها وبيا وبيها سلمى رشيد سلمى رشيد. مرحبا. ميرسي. هاو ار يو؟ ام جود اند يو. مرحبا مرحبا فرحان بزاف. الحمد لله حتى انا فرحان يستقبلوك سلمى. اللبسه مانيفيك. ميرسي والله يسع على ود الشو. الله يحفظك. وي هادي اللبسه فيها بزاف الحوايج. هاد اللبسه فيها بزاف ديال المعاني. كنطيرك انا من السماء. في السماء. هادي فيها لبسه زوينه ديك انتيا وفيها واحد بحال شي ميساج قبل داكشي ديال الذهب والكليب والذهب. علاش درتي الذهب؟ علاش لصقتي الذهب؟ علاش درتي الذهب؟ علاش هي ما كاينهش الصراحه زعما وكيد ما كاينه وكيد ما عجباتك دابا وكيد ما كانت نكونوها فرحانه سلمى رشيد. بيان سور ديما كنكون فرحانه معكم لانني كنحس براسي عفويه اكثر، كنحس براسي مطلوقه اكثر، كنحس براسي انا دار ديالك باش نشرحوا هذه المساله دي باش نكونوا ناضيين المستمعين والمشاهدين حتى هما في اليوتيوب في القناه اليوتيوب ديال إيتغادو يكونوا باينين. حنا انا عندي واحد لو برينسيپ ديال استقبال الفنانه اللي هو بحال جايين عندي للدار. اكزاكتو. واللي جا لدارك جا لعارك. اكزاكتو. حنا ما كنصيدوا حد، ما كنقول بواحد، ما كنديروا شي حاجه على قبل شي حاجه. ما كنديروا الشو على قبل لو بوز. حنا ما كنديروش هادشي، حنا كنديروا باش ندوزوا وقيته زوينه ونرتاحوا ونخرجوا فرحانين من هنايا. اكزاكتو. ونقدروا نتكلموا على اي حاجه. نقدروا نعرفوا داكشي اللي كاين. نقدروا نتكلموا على اي حاجه بكل صراحه بوضوح عادي جدا هانيه. ولا مساله اللي بغيتي تهضري عليها تهضري عليها، والمساله اللي بغيتي تهضري عليها ما تهضريش عليها. ما عادي ما كاين حتى مشكل. دابا خاصنا نطرقوا المسمار. نطرقوا المسامير. نطرقوا المسمار ديال الكليب هذا ديال هذه الاغنيه هذه. دابا شنو وقع دابا؟ كيفاش عشتي هذه الاغنيه هذه سلمى رشيد؟ دابا انا عارف انت عندك واحد الاحساس، عندك احساس انت انا وياك جوزاء. يس. جوج حنا بجنا جيمو وعندك واحد الاحساس مع داك الشيء اللي كديري مع الناس اللي كتلاقي معاهم مع لي بروجيات ديالك. الاحساس اللي كان عندك قبل ما تخرج الاغنيه ديال وهي اللي دارت واحد الروينه من ناحيه ديال التعليق ديال الناس اللي علقوا ما عجبوش الحال ما عجبوش غنتكلم على كل شيء. اللي حسيتي قبل ما تخرج الاغنيه كيفاش كان سلمى رشيد؟ كنت مستريسيه الصراحه، كنت متوتره. من ناحيه اش؟ لانني عارفه رده الفعل. باش تعرفي الصراحه ياك. كنتي عارفه؟ بيان سور. لان خرجت على المعتاد اللي موالف كيشوفني به الجمهور. راه يقدر نفس الاغنيه
نفس الكليب كون داروا فنان اللي متعودين عليه يمكن في ستيل شويه مسطي كان غيتقبلها انما انا لان مولفيني بستيل رومانسي هادي بوب ولكن بوب المؤدب زوين ومبتعدين مؤدب زعما ولكن مي جاري اكثر من خلال لي لوك الستيل ديال الاغنيه انه مزيج حتى الاغنيه مزيج من بزاف ديال الانواع فيها الدقه المراكشيه فيها البوب فيها الراب هذه شي حاجه اللي كانت فريمون جديده ديال بصح عليا بارتي صغيره ديال الراب زوينه زوينه ديزا حاولنا تكون بستيلي يعني من 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 واخا ما كبيره بزاف انت اللي مغنيه وانت اللي في الكليب تكون بستيل ديالك معلومه تكون بستيل ديالك دابا انت كان الاحساس انه غادي دير شويه ديال الصداع انت كنتي عارفه كنتي حاسه نقول لك واحد الحاجه انا كيفرحني بزاف هذا الشيء هذا معناه انني الحمد لله موجوده انني كاينه في الوسط الفني ان الجمهور مهتم باشنو نزلات سلمى رشيد سواء عجبهم ما عجبهمش انا كلامهم على راسي وعيني ما نكذبش عليك انا انتقادات ديال الجمهور دائما كتكون عندي هي الاولويه عندي في مسيرتي الفنيه من نهار بديت علاش حيت لي كومونتير كاينين دي بوست لي ديزاكتيفي وكاينين دي بوست لي ما كيكونوش اكزاكتومون هو باش نكونوا فاهمين راه ماشي غير انا اللي كنجيغي الانستغرام كاينين معايا ناس ثانيين مختصين يعني في لي كومونتير وهذا فدي فوا لكترات يمكن الهضره بزاف ولا هذا صافي تي مدام انت كنتي عارفه كنتي عارفه غادي دير ديرونجمون بهذا البروجي هذا غادي دير ديرونجمون ماشي ديرونجمون ستيل جديد ما يمكنش الحاجه شوف وزائد واحد الحاجه اللي انا كنعتقدها في الحياه راه ماشي اي حاجه كتعجب كلشي لانني انا شخصيا ماشي اي حاجه كتعجبني ماشي كلشي تيعجبني ربي خلقنا مفرقين عندنا اراء مختلفه كيقول لك لولا اختلاف الاراء لبارت السلع كل واحد ولوغو ديالو كل واحد والستيل ديالو كل واحد وهذا كاينين اغاني اللي عندي رومانسيه كنقيس بهم الناس الرومانسيين كاينين اغاني اللي عندي فيهم الحيحه غيقيسوا غير الناس اللي عندهم مالحيحه والتغيير دائما كيدارونجي شويه التغيير فاش واحد كيتبدل راه التغيير حنا كنخافوا كنا كنخافوا من التغيير بحال غتبدل الخدمه غتبدل السكنه غادي تبدل شي بلاصه كتمشي ليها كاين التغيير كتبدل الستيل ديالك كاين التغيير كيخلع عادي جدا تغيير واحد انت بالعكس انت هذه الاغنيه هذه انا بالنسبه لي انا هذه شجاعه منك اسلام راشد لانه ما بقيتيش انت في ما يسمى بلا زون دو كونفور في حاجه كتعرفي ديريها جربتي حاجه اخرى وتشهيتي ديري حاجه اخرى وتجربي حاجه اخرى وتجربي لوك جديد وهادشي كامل بغيت نقول لك هذه راه غير بدايه لاحظت الاغنيه راه فيها غير جوج دقائق انا باقي لك معاها هذه غير بدايه انا عارف باقي لك معاها وسمعت الكماله واخبارك انت راه سمعت الكماله الاغنيه هي هادي وهي اللي بينك وبيني وبينو يا طويل قريتي الناس شنو قالوا الناس قريتي لي كومونتير وي بيان سور قريت في يوتيوب قريتي في يوتيوب لي كومونتير الكومونتير اللي عقلتي لي مزيان حلمت العصر حلمت واحد الكومونتير الاحلام اللي كيجيو مورا هذيك النعسه ديال العصر اللي خايبين عرفتهم لا ما كيكونوش خايبين كيكونوش مفهومين كيكونوا مرونين ما فاهم فيه حتى شي حاجه فهذا فريمون كومونتير اللي عجبني وضحكني بزاف حلمت العصر خرج واحد لاختيك انا قرا لك بسبب اللوك الذهبي سلمى رشيد تعرضوا لانتقادات اللي حيت استعملتي الذهب في واحد اللوك ديالك استعملتي الذهب في هذا اللوك هذا وكتبتي الذهب للذهب واش كاين شي مره معزيش على الذهب واش كاين شي مره في هذه الحياه معزيش على الذهب هذا معلوم كلشي ورا الذهب دابا هذا الشيء اللي دايره انت في هذا اللوك هذا ماشي ذهب حقيقي ماشي هادو اللي حدا عيني ذهب حقيقي هذاك الشيء اللي قلت راه ماشي لولوك كامل انما هذوك اكزاكتوم وهذوك الدميعه وهذوك اللي حدا عيني اللي كانوا ذهب حقيقي شحال الثمن ديالهم هذو ما تكلفتش انا الصراحه باللي نمشي نشري ما يكونش بزاف دابا اللي قالوا انه قال لك زعما على حسب شحال من غرام وصافي على حسب غرام دابا قال لك على حسب زعما الوضعيه الحاليه وعلى حسب الازمه ما كانش عليك ديري هذا الشيء الفن بعيد على السياسه الفن بعيد على بزاف ديال الحوايج هذا كيبقى انفستيسمون في الكليب داخل في الكليب داخل في البيدجي ديال داك الكليب اللي غادي يخرج راه الكليب راه عرفتي شحال مخسور عليه راه الكليبات راه كتحط فيهم فلوس ديال بصح ماشي لي لوك اللي عندك انت لي لوك كان هذا لوك هذا في الكليب هذا وي هذا لوك هذا شكون السيد اللي صوب لك لي لوك افتر وورك
After work. Okay, yes, after work. هذا لوك زوين هذا جميل. وي. طاب هذا لوك هذا. وي عجبني بزاف وهذاك المشاهير نديرو من شحال هذاك لو ستيل ديال الضفيره طويله. هذا الكليب هذا انت خدمتي فيه بزاف لانه انت عزلتي ديالوك انت اللي عزلتهم. انت اللي بغيتي تعزلهم. وي. انا ولا ستيليست. انت ولا ستيليست. وي. كان هذا لوك هذا. وي. هذا اللي انت تانسبيريتي فيه من 6ix9ine. لا الصراحه صافي 6ix9ine بيان سور كنعرفو. لا شوف انا كانوا كيعجبوني هذا شنو تسميوه الراس طياك لي تريس كانوا كيعجبوني بزاف ولكن لقيت ان بزاف تاع الفنانات دايرينها ودايرينها بلون واحد فهمتي كاينه اللي دايراها في الموف كاينه اللي دايراها في بزاف تاع لي كولور انا جاتني الفكره انا وصراحه والميك اب ارتست اللي كان مختص حتى بالشعر اننا نبدلوها تكون ديالي انا نكثروا فيها الالوان على اننا نختاروا لون واحد فلون كنا غنمشيو لون واحد كنا غنختاروا لون واحد فيهم مي من بعد جات الفكره ديال اننا يعني شفتي ماكش شايفه 6ix9ine كنعرف بيان سور كنعرفو مي لا كان صراحه ما كون كانت راه غنقول لك لا بعيده زعما وهاد ليماج هادي من الكليب هادي ديال واهيه هادي انسبيري من بلاك بينك يس فوالا هادي yes. يعني ماشي كامله هادي كتعجبني هاد القطعه عجباني انا بزاف ديال بلاك بينك ولكن غير الحله ديال الباب ماشي زعما الديكور كامل لا لحتي هي الديكور في الاحمر حنا الديكور في الغوز حنا مختارين كلمات مغربيه على ماروكان هذا كان ديالي انا هناك تشابه شوف حنا في الفن راه عرفتي شحال من كليب كاين في العالم شحال من كليب كاين ما يمكنش ما تلقاش كليب كيشبه الكليب في شي حاجه اسمع دابا شوف دابا القضيه دابا الواحد كيشوف واحد الحاجه كتعجبو اكزاكتو دارها شي واحد اخر كتانسبيرا منها اكزاكتو كتقول انا شوف كتقول اللي كيوقع وانا كتشوف شي حاجه وخاص مع احترام حقوق المؤلف وداكشي كامل والابداع وداكشي كامل كتشوف واحد الحاجه وكتقول زوينه هذه غادي نديرها حتى انا حيت زوينه حيت عجبتني هادشي اللي كاين ولكن الخيبه هي اللي حطيتها هي حنا ما حطيناش هي حنا حاولنا نبدلوا لي كولور بدلنا هذا لو ستيل بدلنا بزاف ديال الحوايج كان مخدوم حتى الفي فيكس في هذه اللقطه هذه لا لاحظتي لي دونات وهذا اللي كانوا بروح جديده هادشي اللي كاين وانت هاد الايام كنظن انا اللي اثر فيك على قبل هذا الكليب هذا لان الكليب انت خدمتي فيه وفكرتي في لي زيماج ديالو في الصوره يكونوا فيه وفي لي ديكور وفي اللباس تلبسي كنظن انه تيك توك اثر عليك في هذا الكليب هذا وي نوعا ما صراحه انت يا سلمى او توب تيك توك توب تيك توك يا سلمى رشيد يا توب تيك توك ميرسي يكون انا حسيت بها بانه اثر فيك تيك توك حيت التيك توك فيه بزاف هاد لي لوك كاين هاد لي لوك كاين لي زيماج شبابي اكثر في التيك توك شبابي اكثر يكون اثر فيك تيك توك كيعزيز عليا تيك توك تيعجبني كتستوني في تيك توك مزيان كتستوني في تيك توك تحس براسك كتخرج على المعتاد زعما هذاك الستيل كديري كلشي كديري فيديوهات كديري فيديوهات اللي فيهم الصوت لقطات الافلام داكشي اللي كيعجبني داكشي اللي كيعجبني كيعجبني صراحه تفرويح تفرويح حنتي ليماج ديالك اصلا راشد ما مفروحاش معقوله راه هذا هو المشكل دابا هادشي دابا هادشي اللي راه السيده حمقه راه انا في الواقع راني حمقه راه حمقه السيده شوف راه الفليب الفليب ها كتبان لكم في الاغاني ديالها ديال قبل كتبان لكم حيت الاغاني كيأثروا على الصوره ديال والشخصيه المغني كيبان لك واحد كيبان لك معقول واخا كتغني هادشي ديال صافي صافي المرار اللي ذقت منه كاف واخا تغني لك هادشي راه السيده حمقاء هي راه كتغني بحال هي كتغني كالم هي كتغني كالم كتغني ودماغها كاين جنون كيطير كيتحير ومينا بصح والله ما كذبتي انا راه شخصيتي اللي كيشوفوها الناس في السوشيال ميديا راه لا علاقه تماما بشخصيتي الواقعيه ما عرفتش ما غير كنشوف الكاميرا كنتبدل غير كنشوف الكاميرا ما عرفتش كنولي كلشي كلشي اغلبيه ما عرفت تجيني هذه نقطه ماشي ايجابيه انك تبدلي الولف
تجيني نقطة ما زويناش كاع زعما انك كتبدل شخصيتك قدام الكاميرا شحال ديال راسك شنو عجبك تتبقى والخلع كتقول خلع كتجي خلع وتتبقى حادي عندك نقول هادي عندك شنو يقولوا عليا لا شنو شنو غادي يقولوا عليا الا قلت هادي الا قلت هادي شنو غادي يقولوا عليا ولكن مؤخرا ولي الصراحه كنبغي صافي ارتاحي مع راسك نكون مرتاحه اكثر ارتاحي مع راسك خذي راحتك قولي لا ومن بعد كاع شنو قاعده دابا دابا هذا الكليب هذا الصداع هذا وهذا ولا ديري وما ديري شوف عليه ورجعي الستيل ديالك وعلاش راجلك يدير الاخراج وانت كامل وانت دابا انت ما بغيتيش تهضري على المساله انا راجلك ولا الاخراج علاش لا لا قلنا لا قلنا عادي هانيه وراجلك هو اللي دار الاخراج وماشي اول كليب غادي يدير الاخراج لا لا اول كليب اول اخراج تام اش انت قلتي قبيله ماشي اول كليب درتي الاخراج علاش لا اول كليب كيتذكر فيه الاسم اول كليب كيتذكر فيه الاسم ديالو هو ديما شارك معاك ودار معاك وخدام معاك ومعاونين نتوما بجوج هي اول مره غتكتبوا السميه قبل كان كيدير ولكن ما كيكتبش السميه ديالو لاول مره لماذا سولو ها هو قدامك دابا واش باقي كيبان ما كيبانش دابا حيت واش باغي تبان قال لك راه كنبان لك لا كتبان لي انا ولكن باش تبان دخل اصاحبي قس معنا شويه دخل شويه قس معنا اجي قس دابا شنو 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 القضيه حيت في الاول في جيرات تزوجتو انت ما كنتي باغا حتى واحد يعرف راسك شكون هو ماشي انا مومو كيفاش كنت شكون هو ماشي انا هو اللي ما باغيش اخويا يبان انا بعيد ياك مو بان لي واقيلا بجوج ضرب بشي تجويجه اخرى خايف يحصل هادشي اللي كاين هذا راه مجوج ولا هذا شوف كان في الخارج كان في الخارج هذا راه هذا شوف هذا راه شافر شي بنكه تماك ولا شي كاميو ديال الفلوس ما يكونش مجوج ماشي ما يكونش غير مجوج ما يكونش غير مجوج دابا انت واش حسن ابو حسن تخبر كان حسن سمي عزيز فيزي بزاف انا كنت باغي نسمي ولدي حسن هو ما بغاش انا عندي ولدي ولدي سميتو حسن وبالله الله يرحمه سميتو حسن الله يرحمه حسن زين كذا حسن كتكتبها انت في الكارت نص الحسن ولا حسن حسن ماشي الحسن حيت كتكون وفخوركم الحسن راه هي حسن هي غير الحسن دابا انت ما تبانش وصوتك ما يتسمعش حتى هو صوتك يتسمع ممكن هانيه دابا عطيتك ميكرو تهضر معايا دابا هو اش كنسولك دابا انايا قلت صوتك يبان ولا صوتك يبان ولكن جبدوا التصويره ديالو جبدوا لا غير هو زعما ما باغيش هو يدير مثلا انستغرام ولا انا نشر تصويرتي انا وياه في لي ريزو سوسيو ولا هذا ما وانت علاش ما باغيش يبان؟ باش تشوف هو قنعني الصراحه دماغك بخير هو قنعني واحد النهار واحد انترفيو غريب مع خير شوف بان لك شي حماق تضرب ولا لا شوف قنعني واحد النهار سولته نفس السؤال قلت لي علاش ما بغيتيش تبان؟ قال لي انا باغي نمشي للقريعه غنمشي لدرب غلف قال لي انا بغي نضرب الطاجين في درب غلف ما بغيت حتى شي واحد يقول ها هو صافي هادشي اللي كاين ومن حقه الصراحه ومن حقك قال لي انا ما كنغني ما كنمثل ما عنديش زعما شي موهبه اللي غنبغي الناس نطلع نوريها ليهم مزيان واخا الله يكمل لكم بالخير وصفقوا عليكم وبصحتك ما عجباتك انت لا والله لا مي راه بصح كاين واحد السيد كيدير الطواجن في درب غلف راه ما يمكنش سميتو ما عرفتش السميه كنت مشيت انا وياه لا سلا تماك شوف خويا حسن شنو نقول لك خويا حسن العلوي شنو نقول لك خويا انا كنت فاهمك جدا وانا شوف انا مستعد ندير نفس الحاجه بحالك انت كنت نقدر نديرها غادي نديرها على قبل الطاجين مغمس الطاجين تكبر الدغمه ما تكبرهاش لا على قبل البنه ديك الطاجين نقدر انايا ما نبانش ما بغيتش نبان انا ني راسي المهم وانه اهم حاجه سلمى رشيد انه درتي شي حاجه اللي انت باغا ديريها وغادي تكملي فيها وشي حاجه شي ستيل اللي انت باغا ديريها الله يكملك بالخير توب سي توب كيفاش عشتي انت والاحساس ديالك مع هاد الانتقادات كلهم والناس يهضروا اللي قالوا يتكلموا المساله ديال الدب انت كيفاش حسيت كيفاش براسك انت ما قصت فيها حتى شي واحد ما جرحت فيها حتى شي واحد ما زعما ما شريتها من جيب حتى شي واحد هادشي اللي كاين زعما هادشي ديال الكليب خاص بالكليب انا ماشي طلال عا كنفوح عليهم ولا هذا بشي حاجه انا معروف عليا بالعكس ما عمرني كنطلع نقول انا خديت هذه المكانه بكذا هذا الصاك بكذا تصبط بكذا ولا هذا لا نهائيا هادشي داخل في الخدمه في الكليب الفن في الخدمه في الفن في الكليب في الخدمه واحد يدير شي حاجه زوينه تبدلتي انت مؤخرا بعد الزواج بعد الامومه تبدلتي شخصيه من ناحيه شخصيه انت تبدلتيك شنو تبدل فيك؟ تبدلوا الافكار، تبدلوا بزاف ديال الحوايج، تبدلت شخصيتي كومبليتمون صراحه. وليتي كالم، كنتي واش
كنتي عصبيه سلمى رشيد؟ باقا شويه. انا بغيت نشوفك مع الصبا كي دايره. لا ما تحاولش ما تحاولش عشان خرجت لي ديك التا ما تحاول. لا لا ما تحاولش. انت عصبيه غتكوني مجهده. ما فيك ميت شاف. لا ما فيه ميت شاف ميت سمع. والله سلوان انا ماشي معاه ماشي معانا ديما معاه كيوت. ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش والله حتى كنهضر معاك بصح راه كنستغرب من راسي. ما عمرك ما تعشرتي عليه؟ هو اللي الى غوت هو اللي كان هو اللي كيبقى كيغوت ما عمرني انا. وكتجيني اصلا في لي كوبل ما يمكنش واحد يكون كيغوت وجيت انت تغوت. معلوم ضروري واحد خاص يكون كالم واحد يكون طالع الاخر يكون هابط. هابط هذا هو الاكيليبر. حيت دائما صراحه الا كانوا يعني دائما في المشاكل ديالنا كنقول الاغلبيه انا اللي غالطه باش نكون معك صريح. واخا واخا عمرني اعترفت ليه عمرني كنقول ليه انا اللي غالطه حشومه. عمرني كنقوله ولكن كتعتذري اكيد ليا كتعتذري وراحت ما كنقولش انا اللي غالطه. انت منو على كي عمرو فوتيف؟ لا ما الا كانت شي حاجه زعما الا درت شي حاجه غاف ضروري كنعتذر. وصراحه لا شوف حنا المغاربه كنا كبرنا بحال هكذا تربينا بحال هكذا لانه حنا ما كنغلطوش. الكاس طاح ليا. حنا طاح الباب سد عليا سد عليا تران داز عليا ضربتني الفيقه داني الناس سروال صغار عليا. لا دي البنات شغطوا هادي ما مرات تقول لك انا اللي كبرت على السروال. لا السروال صغار عليا هادشي 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 اللي كاين. غادي نسولك على الشخصيه. وجبت لك واحد الكيستيونير على الشخصيه باش نفهموا اكثر الشخصيه ديالك. وانت انت غتفهمي اكثر الشخصيه ديالك بهذا الكيستيونير هذا. شنو هي الحاجه سلمى رشيد اللي تبدات في الشخصيه ديالك رقم واحد شنو هي؟ وليت صبوره اكثر. شنو النوع ديال الشخصيه اللي تبغي توصلي ليه؟ واضح اكثر في داكشي اللي كتبغي للناس في الحياه بصفه عامه. الحياه بصفه عامه واخا. الشخصيه ديال ملي كتعجبك في الحياه؟ راجلي. فاش كنتي صغيره واش كنتي فاش كنتي صغيره واش كنتي ديما كتكذبي باش ما تاكليش العصا ولا كتكذبي غير باش تسلكي راسك ولا كتكذبي وكيعيقوا بك؟ لا كنت كنكذب باش نسلك راسي. احنا كنا درنا هذه القضيه. حيتي الى 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 ما كذبتيش تاكل العصا. ياك اكبر كذبه كذبتيها في حياتك؟ حيت كاذبه بزاف. انا في خبارك كنكذبها في المواقف زعما الصعبه ماشي كذابه هذيك ديال. تفكري اكبر اكبر كذبه كذبتي في حياتك؟ والله ما عقلت ما عقلتش. بنتي من النوع اللي كيكذب وكينزا؟ تنكذب وكنزا. اتوي كذبتي باش تسلكي راسك من شي حاجه؟ ديما انا كنكذبها باش نسلك راسي. قلت لك وسيرتو في المواقف الصعبه. حيت كنقول لي ليها ليها فهمتي. ديما مثلا فاش كنطيح في شي حاجه وكيكون خاصني يا نكذب يا نقول الصراحه. بعض المرات كنقول الصراحه كنقول لي ليها ليها زعما اش غيوقع كاع هانيه. ومن بعد كديري السلاك ومن بعد خصوصا اللي ما كانش عندي الكانه. اللي ما كانش عندي الكانه صافي تنكذب. اما فيك ما تهضري وتصرحي وتشرح اس. حيت بعض المرات مومو فاش كتقول الصراحه عاد كيطول الموضوع وفاش كتكذب دغيا كيسالي الموضوع. داكشي علاش عرفت علاش داكشي علاش يا ربي سمحنا كنحبوا الكذوب. وي وي. واش عمرو وقعت لك كتختاري كذبه قبل ما يوقع الموقف؟ كتقولي الا وقعت هذه المساله الا هذا فلان قال لي الهضره هذه غادي نكذب هذه الكذبه هذه. عرفتي امتى كتوقع ليا؟ قدام المرايه. انا كنهضر مع راسي بزاف قدام المرايه. في الاول شكيت في راسي. أيه؟ من بعد فاش قلبت في انترنت مزيانه لقيت انها مزيانه انك كتبني شخصيتك اكثر واكثر من خلال انك كتهضر مع راسك في المرايه. والطوب اللعيبه. دابا مثلا انا ملي كنكون عارف راسي غندير انترفيو كنمشي نوقف قدام المرايه وكنسول راسي وكنجاوب. اوه مش منش مرايه. عندها مرايه كبيره. عندي عندي مرايه. عندك مرايه؟ واه صغيره هذه. لا دابا باش نشوف المكياج. فرضو مثلا سلمى رشيد عندك رونديفو وما وفقتيش الكتابه اللي غتقولي شنو هي؟ نقدر ندير السبب بشي حاجه ما عرفتش. بولدك. بولدي مثلا. عطلني عطلني ولدي. قلبتي التليفون ديال راجلك ولقيتي ميساجات بيزار اش غادي ديري؟ نقولها ليه. نيشان نيشان. ها قلبت التليفون ولقيتي. حنا فاهمين على هذه النقطه من النهار الاول. اللي ضراتني واللي ضراتو نقولوا هذيك الساعه لان الحاجه لا طولت كيكبر المشكل. كتقلبي التليفون؟ لا 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 صار لان تليفوناتنا ديما حدا بعضياتنا ما, ما ما شوف هذيك ملي كتوصل للمرحله ديال انك تقلب التليفون يعني راه ولا الشك في العلاقه. وانا بالنسبه لي صافي راه ولا الشك ما بقاتش علاقه صحيه.
فهمتي غتولي علاقه مريضه غتولي علاقه سامه توكسيك مريضه اكزاكتوم زعما ما كنتي بالليل وقلبتي لي التليفون ديالو هو ناعس وشديتي هو عنده ايفون وبقيتي كدير ليه بحال هكذا خصكم تعرفوا على سلمى رشيد وانه سلمى من الصغر من الصغر ديك انت حلمتي تكوني ستار نجمه والنجوم كيعيشوا هادشي اللي عايشه دابا انت عشتي النجاح عشتي الاغاني عشتي لي لوك عشتي الكليبات وعشتي الانتقادات وهادشي كامل في 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 الحياه ديال 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 ستار يعني في الصغر ديك انت كنتي كتقولي انا بغيت واش كنتي كتقولي ما كنتيش تقولي وي كتقولي انا بغيت نولي نجمه فاش ما عرفتيش لا في الغناء في الغناء سورتو في الغناء كان كيعجبني بزاف ديال 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 الحوايج كتمتي الاعلام مي كنت زعما الغناء هي الحاجه اللي انا مركزه عليها مقدمه البرامج جمعك واعره كيعجبني كيعجبني التقديم مي كانت الاسبقيه دائما عندي الغناء لا بالغناء توب انا توب صوتك واعر صوتك واعر او توب ستي ديالك واعر الله يكملك بالخير حاتم شنو بغيت تسول سلمى رشيد بغيت نسولها انا شتها خدمات مع بيغ ودابا دارت ان كوبلي براب شنو علاقتها هي براب واش تسمع شنو كاين دابا حاليا في لانوفيل سين شنو زعما شنو علاقتك براب تو سامبل كيعجبني بزاف الراب شنو تعجبك فيه تعجبني كله تعجبني الموسيقى ديالو تعجبني الكلام ديالو تعجبني كيوصل رسالة بواحد الطريقه اللي قاصحه شويه وانا كتعجبني الحاجه القاصحه في الحياه تيوصل الميساج توصل الميساج اللي ما كلوش يدوز بالغناء مثلا وي لان شوف الفنانه تيخافوا يطرحوا بزاف ديال المواضيع في الاغاني ديالهم الاغاني وخاصه الكلمات اختيار الكلمات دائما خصو يكون مدروس الراب لا الراب ما كاينش كلمات مدروسه فهمتي ماشي شي حاجه سلبيه انما شي حاجه ايجابيه صافي الراب هذا هو الراب اللي كيسمع ليه راه غيسمع ليه اللي ما كيبغيش يسمع ليه راه ما غيسمعش ليه بيان سور بحال اي بحال اي فن باش تقولي كلمات ماشي مدروسه يعني لان تيقول داكشي اللي بغى كلمات بلا ما يصفي بلا ما تيضربش الحساب شنو وخاصه بيان سور تكون في محلها ماشي غير نحط كلمه حيتاش بغيت نبان واعر لا نحط كلمه لان غتفيد داك التراك كتمشي بعيد في التفكير في الاغاني بحال هكذا كيفاش تمشي بعيد في التحليل حتى انا موسيقى راه كتبقى موسيقى لا ماشي غير موسيقى نعم غير موسيقى من ناحيه زعما حاجه كتبغيها كتحبها كدير موسيقى كتخرج موسيقى كدير موسيقى زعما واش انت كديري التحليل الدرجه ديال الكلمه اللي خاصها تحط تماك علاش لا ماشي بتسولي سلمى رشيد لا مارك ديالك فوقاش تخرجها لان هذه واقيلا عامين قلتي راه قربتي تخرجيها وي مازال ما ماشي عامين ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين ولا ربع سنين غتكون ان شاء الله سميتها فافيا بيوتي وراه ديجا كاينه اللوغو ديال لا مارك في الكليب مزيان القضيه ولا برودوي كوزميتيك ديال التجميل وي وي غادي مي ماشي ميك اب حاليا حاليا غتكون عنايه لانني ما نكذبش عليك مومو من بعد الولاده عانيت من بزاف ديال المشاكل سواء تساقط الشعر مع الرضاعه وهذا زياده في الوزن البشره ديالي تضررات بزاف الكلاف بيان سور كي يكون واحد الحبوب اللي خرج ليا اثناء في الحباله كان خرج ليا وبقاو ليا لي تراس ديالو هذا خدمت على صراحه وهذا هو سبب التاخير خديت ربع سنين لانني كان قبل الولاده سلمى قبل الولاده ماشي هي سلمى من بعد الولاده وانا باغي نخرج منتجات اللي انا بصح تنستعملهم وبصح فادوني في راسي باش نقدر نبارطاجيهم مع الناس لان بالاول والاخير انا ماشي انسانه عاديه اللي غادي دير اون مارك وصافي انا فنانه عندي سميتي فخاصني حتى لا مارك تكون بصح كتعاون فغادي تكون غتكون اون غام خاصه ان شاء الله بالشعر بجميع الانواع غادي يكونوا دي غام مختلفين وكذلك غادي يكونوا دي غام اللي خاصين بالبشره والجسم انت عندك مع البيزنس وي بزنس مع زعما معناتها انا اختك بزنس مي عندك واحد البيزنس ديالك شوف عندنا بزاف ديال المشاريع كاين اللي مشتركه حتى انا وراجلي وهو عنده مشاريع خاصه وكاينين دي بروجي اللي مشاركه فيهم انا وراجلي وكاينين دي بروجي ديالي واللي من ضمنهم ان شاء الله غتكون فافيا بيوتي ان شاء الله مزيان مزيان والانسان خصو يدخل فلوس حنا عايشين باش نخدموا باش ما تجيش شي حاجه توقف لينا نفترض ان الفن وقف واحد المده طويله هادشي اللي وقع هادشي اللي وقع فانا واحد الانسانه اللي مولفه كنخدم مولفه كنخرج كنسافر كنعيش حياتي وانا شخصيتي ماشي من داك النوع اللي غادي نمشي عند راجلي نقول ليه في اي وقت عطيني 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 لا كنبغيت انا نحس براسي انني مسؤوله على راسي كنصرف على راسي بغيت اي حاجه نشريها شهيت اي حاجه غنشريها ما كتبقاش هاز الهم ديال نو خاصني نمشي ونقول ليه وكيفاش خاص استقلاليه دابا انت
وانا انا مع انا مع الاستقلاليه الماديه ديال اي امراه ديال اي امراه. وشو شو الدومين اللي دوزتي قبل هذا؟ قبل 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 انا كنت خدمت في مع ديال تعليم السيارات، ولكن كنت مازال كنقرا وفي نفس الوقت غير واحد اليومين ولا ثلاثه ايام كانت واحد هذا كيجيبوا فيها الاطفال كيعلموهم هذوك ديال السير وهذا ب 50 درهم النهار. تخدمها 50 درهم النهار؟ خدمت 3 جوغ. عرفتي ديك الساعه راه 150 درهم بالنسبه لي، راه دخلت 150 درهم في 3 ايام. فكان بين 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 هذيك انت امراه اعمال. تتعجبني نكون هز راسي براسي، حيت من غير الفلوس في البيزنس، من غير الفلوس هو حتى التشالنج التحدي انه تاخذ واحد الفلوس وتستثمرهم في واحد الحاجه ويصدق لك وتدخل والنجاح ديال المشروع ديالك. بيان سور. وشوف اي حاجه مهم خدمتي عليها من قلبك كتنجح. اي حاجه المشاريع كلها درتي نجحوا الحمد لله كلهم الحمد لله. بس كتجاوب حتى واحد؟ كنكونوا لان كان ماشي غير كنجي وكنديروا البروجي، راه ماشي غير فكره كطيح اليوم كتنفذها غدا. لا هذا هو الخطا اللي يقدر يوقع فيه بزاف ديال الناس، يمكن اللي يفشل لهم البروجي ديالو. شنو البروجي فكرتي فيهم انت ديرهم؟ هذه المساله هذه استقات مع ناس على برا في الخارج في امريكان، حتى في فرنسا ما استمرش با بزاف. كيديروا الفنانه كيديروا لي مارك ديالهم هما، زعما اللي خدمات ليه مزيان والتوب هو جوردان حد الساعة. لا كاينه فينتي بيوتي ريانا، كاينه سيلينا غوميز، كاينه دارت غار بيوتي. بسميه ديالهم؟ لا كتكون بسميه اخرى. ماشي بسميه ديالهم. ماشي بسميه ديالهم. كاينين بزاف تاع لي مارك اللي تابعين ديز ارتيست. انا راه كاينين دي بروجي اللي الناس بلا ما نصرح شنو هما، الناس كيستعملوهم وعايشين معاهم وهذا، وراهم ديالي. لان وي كاينين شي حوايج اللي ما كاينلاش نقول ديالي زعما ديال سلمى رشيد. ما كاينلاش والله يكملك بالخير. امين يا ربي. مزيان راك تخدمي ولي برودوي ديالك اللي غادي يخرجوا قريبا ان شاء الله راه كاينين في الكليب ديالك. وي كاينه اللوغو والسميه ديال لا مارك الزرقاء. اكزاكتو البواطه الزرقاء. فافيا بيوتي. فافيا بيوتي. فافيا منين جايه؟ فافيا انا تيعجبوني بزاف هذاك الشيء ديال لي كورو. عندنا اكواريوم في الدار وراجلي مدمن ديال لي زاكواريوم تيعجبوه بزاف. باش الكروشن واش هذاك الحجر كيكون كيكونوا حيين، كيكونوا فوق الحجر، هما كيداروا فوق الحجر هذاك الوارد وداك الشيء اللي كيكون ما نعرف شنو فريمون زعما داك الشيء كيبغي الصبر. فكان واحد من هذوك لي كورو اللي خدا طب. كانت سميتو فافيا. فافيا واخا كي سميتو فافيا. لا داكشي بسميات و الله يكون بخير. الله يكون بخير ولا عالي. ولي كورو عندهم واحد المعنى زوين في الجمال، لان شحال ما تفتحوا شحال ما كيبانوا زوينين بزاف. فهذا هو الهدف ديالي انايا يكون في لامارك، ان شحال ما استعملتي المنتجات شحال ما اكيد تكون نتيجة طب زوينه. دابا انت اي حاجه كديرها سلمى رشيد عندها واحد المعنى، عندها واحد المعنى وعندها واحد الاصل وشي حاجه اللي عشتيها مثلا. جميع حابش قلتي انه انت عشتي داكشي اللي عشتي مع الاولاد ديالك، بغيتي البنات والعيالات يعيشوا حسن من ما عشتي انت، داكشي درتي من توجات. بيان سور. جاك البيبي بلوز. البيبي بلوز شنو هو البيبي بلوز؟ هو واحد بحال النوع ديال الاكتئاب كيجي من بعد بيبي بلوز. شاف وي بعد الولاده. وي كيجيك حيت واحد الوقيته المراه كتلقى راسها ما بقاش تقدر تحرك كيف قبل، ما بقاش دير داكشي اللي خاصها عندها الوليد، وكتبرزط وما كتعيش بزاف، وكيجي داكشي تما العيا من قله النعاس والرضاعه. كيكون صعيب. انت عشتي انت حاتم؟ شويه ولكن الام سيرتو اللي انا زعما عشتو اترافيغ ال مع شوش عشتو مع مرتو عشتيش؟ لا لا جا شويه مور الولاده نورمال تشوف لو كور ديالك تيتبدل، الشعر يقدر يطيح، لي فيرجيتور وهذا. الراجل غادي في حالته، الراجل بدا كيدخل معطل. زعما انا ما عرفتش علاش. الله يسمح لنا الوالدين اخويا، الله يسمح لنا الوالدين. انا ما عرفتش علاش انا اليوم مشي هيك نشوفك معصبه. انا اش بغيتي دابا؟ اش كتقلب؟ مشوك مع الصباب زعما تعصبي علاش كتقلب؟ شنو بغيتي؟ قرب لي خلعتني ولا شنو بغيتي؟ كنهضر معاك بصح شنو بغيتي؟ دابا ماشي الماكسيموم، دابا ماشي الماكسيموم ديالها هي حق الله خلعتيني. بيان سور حيت محترمه الناس اللي حاضرين. شنو بغيتي؟ ماكسيموم هذا ماشي الماكسيموم اخويا هذا. مومو غتزيد كلمه وحده غنمشي في حالي، كلمه وحده غنمشي في حالي. عرفتي دابا؟ لا دابا راني مأدبة، فهمتي راه الكاميرا تا صاحبي شحال من كاميرا دايرة بيا. دابا كون ما درناش مع الحر كون درنا معاك انت، شتي ديال الحر اللي درنا مع الحر؟ شفتو بيا الشباب. كون ما درناش مع الحر كون درنا معاك انت، واه توب.
نقدروا نديروها عاوتاني. لا انت باغيني مصبانا علاش نديرو مشكل شو دوك اللي غادي نديرو غنمثلو القطعه عاوتاني راك حماق على اللعيبه. شنو دابا؟ شنو دابا غنقول لك شنو؟ ماشي دابا، مازال ما بديناش دابا. باغا نضارب، باغا نضارب، باغا نضارب، باغا نضارب عباد الله. مازال ما بديناش. تغوتش انت، كتغوتي غوت انايا. انت اللي كتغوت، انت اللي بديتي كتغوت يا مومو. انا ما كنغوتش. لا انت غوتي، راه كنسمعك انا فودني كتغوتي ليا. هبط ايديك تهضر معايا، هبط ايديك وهبط صوتك. وانت انت ما بقيتش شي انا اللي ضيف عندك هنايا، ماشي انت اللي ضيف عندي. دونك احترم الضيوف ديالك. حيت انا عيطت عليك انايا، ما شريتش عيب صبعك. هذا ماشي اسلوب، كنهضر معاك بدرجه. واو تخليتي انت، تخليتي ياك. واو جدا جدا انت، وانت توب انت. واو تخرج واحد الوقيته. اه صافي داكشي غير تيبان ياك. سي بون، سي تري تري، سي تري تري بيان جوي. هاد الاكستريدا غنشدوها قطعه. لا ماما حسيت بيه باقي مخلوع، راه كنضحك معاك. حقلو مباش يبان. يبدا كيبان راجل السمراشي اللي وقف معايا يقول لي خويا واش تقدر لك شي اللي شفنا داك الشيء كنت كديرو. السمراشي كان 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 كنتمنى لك السعاده، تكوني فرحانه في حياتك، واي حاجه بغيتي توصلها توصلها ان شاء الله بحول الله. انا عندي واحد الاعجاب وواحد الاحترام لك كبير جدا. حتى انا، حتى انا من ناحيه لانه هادشي اللي كنقول غنقول لك دابا سلمى، ما كتجيناش الفرصه دائما ان نقولوا شي حوايج لبعضياتنا بكل صراحه، لانه من المفهوم ديال ان الصباغه الحسني جدا ليا ما عشناه. دابا انا هادشي بنقول لك، بنقول لك لانه ما كناخذوش الوقت ان نقول للناس داكشي اللي الفكره اللي عندنا والراي ديالنا في الشخص اللي كنعرفوه. انا استقبلتك شحال مره في البرنامج وحسيت وشفت التطور اللي تطورتي. انا كعزيزي لي بزاف نشوف الناس كيطوروا وكيفهموا شي حوايج في الحياه، وحنا كاملين، حنا كاملين، حنا كاملين في الاذاعه وكاملين في الدومين هذا كنتبدلوا. واحسن تغيير هو التغيير الاحسن. كيبقاو الكاركتر هو هو، كيبقاو لا باس كتبقى هي، ولكن كتزيد القدام وكتعلم حوايج. وانا فرحان ليك بزاف، وفرحان لحياتك الشخصيه، وفرحان الفرحه ديالك في الحياه، وكنتمنى لك كل خير. امين. وكنتمنى لك الفرحه، والله يفرحكم انت وراجلك وولدكم والوليدات اللي جايين ان شاء الله. ان شاء الله. حيت انا عارفك باغي تولدي مازال. وي ان شاء الله. ان شاء الله. خاصك تقاي الوقيته دابا باش باش تولدي. دابا انت بغيتي ستة. بغات ستة. ستة الوليدات. إن شاء الله. إن شاء الله. ستة. تعجبوني بزاف يكون عندي أنا عائلة كبيرة. وليدات زوينة. كنت خير راسي أنا وراجلي ودايرين بينا بزاف ديال الدراري الصغار. زوينة زعما إحساس زوين. أنا تخدم. لا بلاتي بلاتي اخويا شوية. يعني سي الله عنده عامين. ولكن ما خصوش يكون فارقين بزاف. وي وي عندك الحق. انت راك بيزنس وومن، دونك فكري مزيان. عندك الحق، متفقة معاك، ولكن كاينين ظروف اللي لا تسمح. حيت انت راه بحال تقريبا بحال كتولدي عندك وليدات هما الاغاني ديالك، وليدات بحال يانيس. فوالا. والله يكملك بالخير والفرح والسعاده ليك. امين. وان شاء الله دائما توب ديال التوب اسلم راشد، دائما توب. امين يا دائما. رب. سلمى. وي. كتلعبي البوكس. كنلعب البوكس. غنديرو سبارينغ. اوكي. غادي شنو سبارينغ؟ نلعبو ونفهموه. لا ما كاينش لعبو ونفهمو، بلاتي بلاتي ما كاينش لعبو. انا ماكنتش عارف شنو سبارينغ. لا 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 شوف شوف بلاتي بلاتي. عندك تحبني بوكسوره. واش 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 حيت البوكس عاوني بزاف حتى هو في نزول الوزن. البوكس زوين بزاف. مزيان. اه لان تتحرك لو كور ديالك كامل. كله وكتحيد وترسم الخصر. بالنسبه للبنات راه ترسم الخصر ديال البوكس. هادشي اللي كاين. وزوين الخصر. اه وي. الواحد ولا خاصو يربح في الخاسر، فهمتيني؟ اه وي خاص يكون ربح الخاسر. وي حيت كتحرك لي كتحرك لي لي اونش بزاف. لا بوكس لي اونش ترونسفير دو بوا بزاف الحوايج. المهم سبارينغ هو فاش كتلعب البوكس، ولكن ماشي بصح غير كتقيس. لا انا كنعرف نلعب بصح. لعبي بصح ما كاين. شوفي اش غادي نروح القضيه. داكشي علاش ما عرفتش هادشي اللي قلتي لي انك لعب سبارينغ. غادي نروح القضيه هو انه انت غادي تلعبي بصح. انا ما تخافيش انا. اوكي انا شوف انا مزيان. كاين لاسيغونس، كاين كلشي موجود. اضربني. لا كاين. اش ما انت راني خدام انا، انت اضربيني انا. انا اللي ضايفه عندك. درنا شاكسيدون ترافاي معقول. درنا شاكسيدون ترافاي. اوكي اوكي. الخطوه كيتخلصوا فيها مزيان داك السيغونس. اه بيان سور. شوف شوف شحال تعطي؟ صافي غير مهم انت اضربي. ضرب غير شوف.
ضرب بروفيزوار واش واحد لا غير ضربي غير ضربي كاين فلوس كثر شوف غير ضربي انا غير سبارينغ واخا ولكن شوف فين كاين فلوس كثر فين كاين فلوس كثر فين كيفاش فين نضرب زويتيني زويني زويك اه زويني كتبدا استفزازات بين الطرفين كيبان لي حاتم استفزازات كبيره ولكن المقابله بانت هذه تبدا دابا طبعا على بصري اكثر انا لحد الان باقي ما دازوش لاكسيون بدايه الراوند الاول ولا ما دايرش الرباط او لكما يا مو باليمين قلب اسال ما كتهجم ما كتهجم ما طلعتوش الحركات يعني بالارجل تتبين بان هناك لياقه بدنيه عاليه مو مازال في الدفاع ارفع الايقاع مازال دابا مو في الدفاع ضربات مركزه المدرب ديال سلمى رشيد كيشير ليها كيقول لها ردي البال غيغفلك او سلمى يا سلام عليك يا سلمى يا سلام او طاح طاح مومو بالكاونه سلمى رشيد كتبين على واحد الروح رياضيه عاليه تحلى بواحد روح رياضيه فايزه بالمقابله يا سلمى رشيد